الأجور خرجت، لكن عندنا أحسن انتدابات السنة، وتو تشوفوا هذه بداية، والانتدابات موجهة بقيادة المدرب الجزائري. ما يتأثرش الأولمبي البيجي بمعناتها خروج العديد من اللاعبين، عندنا أحسن معاوضين، وشفتوا اليوم البرفورمانس بتاع جمعيتنا، وإن شاء الله نكون حتى في كأس الكاف يكون ردة فعل. هذه البداية وردة فعل يكون يوم الأحد أمام النادي الليبي. والله حتى خروج العديد من اللاعبين خلت الفرصة، اليوم شفتوا الأداء المتميز لامين با اللي بخروج العديد من اللاعبين قبل البقلة الحسن، وحتى كانت الانتدابات موجهة. اليوم الحدوشي شفته معناتها عمل إن جروب بارتي، العديد الانتدابات أعطاه الإضافة اليوم الأولمبي البيجي، اللي معناتها الانتصار ما كانش معناتها على نجم الرياضي الساحلي، ما كانش معناها هكاك اعتباطا، وإنما كان معناتها انتصار مستحق في الملعب في البرفورمانس اللي عندنا، وحتى العديد اللاعبين المنتدبين الجدد قدموا قبله البلاء الحسن. في الأولمبي البيجي ما فماش نجوم، النجوم يكون كلمة أكثر فيها الإعلام، فهمتني؟ الأولمبي البيجي على كاف المساواة الكل، معناتها الملعبية كل، وهك شفتوا معناتها جي كولكتيف هو اللي أعطاه اليوم النتيجة هذه. النادي النجم الساحلي معناتها كانت الأولمبي البيجي اليوم طول وعرض حكمة المقابلة. ان شاء الله نكملوا على الوتيره هذه، وعندنا توا بيسيور تير مرفوضه كل العروض، فهمت؟ لا مرفوضه ما نجمش، سامحني انا احتراما اليوم للوي، اما ما نجمش نعطي اللي فما عروض وغيره، خلينا معناتها الاشخاص هذوما يخدموا على رواحهم، وان شاء الله يقدموا. معطاو شويه مالك شويخ ولا غيره، معطاوش الاولمبي البيجي توا لوكازيون جامي باش نعطيو الاولمبي البيجي ونمشيو لبالي اخرى تختلف على نساو العامل نتاع الكوب. واحنا عندنا رهانات كبيره اليوم، نهار الاحد عندنا مقابله هامه، ان شاء الله نعملوا رياكسيون باش نبينوا الاولمبي البيجي راهو فريق عريق، مهما كانت الهزات ومهما كانت التفريط في اللاعبين يبقى الاولمبي البيجي معناتها فريق عريق، فريق كبير. قيمه الصفقه ترضي جمعيه الاولمبي البيجي، كانت عندنا مفاوضات، كانت في مع تدير زوار، انا نقول في الاخر توصلنا اللي اخذها حق الملاعبي وحق الاولمبي البيجي، لن نفرط في اي لاعب بقيمه هزيله. فما قيمه تسويقيه وفما مونطون تاع ملاعبي في الانتقال. اقول لك اقرب من المستحيل، اقرب 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 اي ما بين 800 ولا صفقه باهيه، والله ان شاء الله ربي من بعده لعينه، من بعده مين على الجمعيه وعلى الملاعبي. والله اسمعني، قيمه صدقني، قيمه معناتها تاع الاولمبي البيجي احفظ مع حقه والملاعب يحفظ حقه، اما ما بين هذا الزوز ارقام اللي ذكرتهم ما بين البنين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.